مشاهدينا الأكارم، زملائنا الأعزاء، طلبتنا الأكارم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نرحب بكم اليوم في ندوتنا لمادة الفيزياء، وستكون مخصصة للوحدة الثانية وهي وحدة المغناطيسية والتيار الكهربائي. كنا قد درسنا في الوحدة الأولى الميكانيك، حركات الاهتزازية، وتناولنا فيها النواس المرن، نواس الفتل، والنواس الثقلي بشقي المركب والبسيط، ثم انتقلنا إلى ميكانيك السوائل المتحركة، ومنه إلى النسبية الخاصة. اليوم سنتابع في الوحدة الثانية، وسنكون مع الدرس الأول فيها، وهو الحقول المغناطيسية للتيارات الكهربائية. كما تعلمون طلبتنا الأعزاء أن الكهرباء في أي دارة، وهذا ما أثبتته تجربة أورستيد، عندما يمر تيار كهربائي في دارة ما فإنه يولد مجالا أو حقلا مغناطيسيا. لنتعرف على هذه الحقول ونتعرف على مفهوم الحقول بشكل عام خلال الدرس الأول، وهو الحقول المغناطيسية للتيارات الكهربائية. بداية اسمحوا لي أن أرحب بضيفي نزار شاش، الموجه اختصاصي تربية طرطوس، مهند مهنا، المدرس في تربية حمص. أهلا وسهلا بكما في ندوة هذا اليوم. زميلي الكريمين، يعني كما قلت الآن سنكون مع الدرس الأول في الوحدة الثانية. أخي نزار، ماذا يتناول الدرس الثاني؟ طبعا بحث المغناطيسي أستاذ بشار هو بحث قديم جديد. نعم، قديم من حيث أن الطالب قد اطلع على فكرة الحقول المغناطيسي في الصف التاسع الأساسي، لكن هنا في الصف الثالث الثانوي سيكون التوسع أفقي. سندرس المغناطيس في الصف التاسع، يعني دراسة المتعلم فقط شدة الحقل المتولد، شدة الحقل وبعض القضايا الفيزيائية البسيطة والواضحة. طبعا هنا لا يعني أننا سندرس قضايا معقدة، لكن هي تحتاج إلى مهارات تفكير أعلى ومعلومات أعلى. نعم، رياضية. نعم، أعلى امتلكها طالب الصف الثالث ثانوي العلمي. نعم تماما. فسنتعرف بالإضافة إلى طبعا الشدة هي عنصر، الآن سندرس عناصر شعاع الحقل المغناطيسي المتولد عن تيار مستقيم، عن ملف دائري، عن ملف حلزوني أو وشيع. قبل ذلك لابد من التعرف على مفهوم الحقل المغناطيسي. نعم. لنفترض أنواع المغناطيس، عامل النفاذي، عامل الانفاذ المغناطيسي، كيف نعمل، كيف يمكن تقوية الحقول المغناطيسي، وما الغاية منها، ما علاقة، ما مفهوم الحقل المغناطيسي؟ طبعا بالنسبة للحقل المغناطيسي أكيد هو نقول عن منطقة أنه يسودها حقل مغناطيسي، إذا وضعت في هذه المنطقة أبرة مغناطيسية وخضعت لأفعال مغناطيسي. طبعاً الأفعال المغناطيسية المقصود فيها تنافرية تجاذبية. نعم، يعني أو اهتزاز. نعم، 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 وهذا ما يبينه ويوضحه اهتزاز الإبرة. صحيح. نعم، كلما كان اهتزاز الإبرة أكبر كانت دلالة أو دلالة على أن شدة الحقل المغناطيسي تمام المتولد أكبر. إذن بالنسبة للحقل المغناطيسي طبعا المغانط، قبل أن ندرس عن مفهوم الحقل المغناطيسي، نعم، المغانط نوعان أستاذ بشار، مغانط طبيعية ومغانط صنعي. المغانط نعم الطبيعي توجد على شكل فلزات موجودة في الطبيعة، في الطبيعة. نعم، أكيد يتولد عنها حقول تماما كما عن حتى الأرض بذاتها. يعني الأرض أخي مهند هي عبارة عن حقل مغناطيسي. نعم، والمجال المغناطيسي الأرضي هو العامل الأساسي في استمرارية الحياة على الأرض، لأنه يمنع الرياح الشمسية، وطبعا هو يؤمن مثالية حقيقية للحياة على كوكب الأرض. من الظروف الصحية. نعم سليم. أخي مهند، يعني تفضل استاذ نزار مشكورا بان اعطانا فكره عن الحقل المغناطيسي، بانه منطقه من الفراغ يسودها، نقول عن منطقه انه يسودها حقل مغناطيسي اذا وضعت فيها ابره مغناطيسيه خضعت لافعال مغناطيسيه، وشفنا انه الافعال قد تكون تنافريه وقد تكون تجاذبيه. يعني لو اتينا الى مفهوم الحقل، هو عباره عن شعاع، ولتحديد هذا الشعاع نحتاج إلى تحديد عناصر. كيف يتم تحديد أو كيف يتم إيجاد مفهوم الحقل المغناطيسي؟ الحقل المغناطيسي نحن هي منطقة بالفراغ بحط فيها أبرة مغناطيسية. نعم.
هي الإبرة المغناطيسية بتاخذ منحة واتجاه. نعم. حسب المنحة والاتجاه تبع هي الإبرة. نعم. نحدد الحامل والجهة. كل ما كان اهتزازه أكبر كل ما كان الحقل تبعه أو الشدة تبعوته أكبر. نعم. بس قبل ما نبلش أستاذ، هون في عنا مفهومين، مفهوم لشعاع الحقل ومفهوم لخطوط الحقل. نعم. شعاع الحقل المغناطيسي هو دائما جهته من القطب الجنوبي إلى القطب الشمالي، ونحن للإبرة المغناطيسية موضوعة في النقطة المعتبرة. نعم. أما خطوط الحقل هي مجمل، هي ما ترسمه الإبر المغناطيسية، هي يعني من الناحية العملية، من ناحية عملية. ناحية عملية، لكن عمليا طالبنا بيعرف أستاذ مهند أن خط الحقل عبارة عن خطوط وهمية، وهمية تمس في كل نقطة من نقاطها شعاع الحقل المغناطيسي في تلك النقطة. نعم. وبمقارنة بسيطة، شعاع الحقل المغناطيسي نعم جهته من القطب الجنوبي إلى القطب الشمالي دائما. نعم. للإبرة المغناطيسية. أما بالنسبة للخطوط الحقل فإنها تأخذ خارج المغناطيس من الشمال إلى الجنوب، وداخل المغناطيس من الجنوب إلى الشمال، لتكون مغلقة. نعم. ونحدد الآن كيف نحدد شعاع الحقل المغناطيسي بشكل عام. نأخذ إبرة مغناطيسية ونضعها في النقطة المراد تحديد عناصر شعاع الحقل المغناطيسي. نعم. تكون جهة شعاع الحقل الحامل هو المستقيم الواصل بين القطبين الجنوبي والشمالي. نعم. وجهة من القطب الجنوبي إلى القطب الشمالي، والشدة تزداد كلما ازدادت اهتزاز الإبرة المغناطيسية حتى تستقر. يعني فينا نقول أخي نزار أنه الحقل المغناطيسي، لتعيين الحقل المغناطيسي نحضر إبرة بوصلي نضعها في النقطة. نعم. المعتبرة يكفي تحديد الحامل. نعم. والمنحة طبعا لا بد من التأكيد على أن المستقيم الواصل بين القطب الجنوبي والمغناطيسي للإبرة المغناطيسية الموضوعة في النقطة المعتبرة. نعم. وأكيد سرعة اهتزاز الإبرة المغناطيسي هي المؤشر الذي يبين مدى شدة الحقل المغناطيسي في المنطقة. نعم. أو في النقطة المعتبرة. يعني في الحياة العملية أخي مهند، يوضع مثلا وشيعة يمر فيها التيار ويوضع بداخل هذه الوشيعة نواة حديدية. طبعا الغاية هي الحصول على حقول مغناطيسي بشدات أكبر. يعني ما الخاصية التي تعمل بموجبها النواة الحديدية؟ النواة الحديدية لا تمرر فقط الحقل المغناطيسي الأصلي الذي تكون خاضع له، وإنما بكذلك يضاف إلى ذلك الحقل حقل إضافي. نعم. فلو فرضنا أن الحقل الأصلي الممغنط رمزه بي، والحقل الإضافي المتولد بداخلها هو بي فتحة، فيكون الحقل كيف تولد بداخلها؟ نتيجة مغناطيسية، ثنائيات الأقطاب كلها تأخذ منحة الحقل المغناطيسي الأصلي الممغنط. تماما. فالحقلان الأصلي بي والحقل الداخلي المتولد داخلها بي فتحة. نعم. يولدان حقل مغناطيسي كله هو بي توتال بي تي. نعم. ولذلك تتكاثف. نعم. خطوط الحقل، وهذا ما نلاحظه على شكل تقارب. نعم. في نواة كما في الشاشة أخي نزار لو تكرمت. نعم. وعملية وضع النواة الحديد نستفيد منها بشكل عام في تكثيف، في زيادة شدة الحقل المغناطيسي. نعم. إذا أخي نزار، إذا تتمغنط نواة الحديد يتولد. نعم. عنها حقل مغناطيسي إضافي يضاف إلى الحقل المغناطيسي الأصلي للمغناطيس ليتولد حقل مغناطيسي شدته أكبر، زيادة شدة الحقل تسبب تكاثف خطوط الحقل ضمن النواة. أصبح الحقل في هذه النقطة أكبر من غيره. نعم. الغاية طبعا نحن نحتاج بالتطبيقات العملية أستاذ مهند في تقوية الحقول، خاصة في المرافق قد نحتاج إلى مغناطيس أو يتطلب منا من هذا المغناطيس رفع سحمولات كبيرة جدا. نعم. يعني نمرر. نعم. التيار بشدة معينة ونضاعف أضعاف شدة الحقل من خلال النواة الحديدية، يعني تطبيقاته الحياتية كتير كبيرة. صحيح. طيب تفضل بذكر عامل الإنفاذ المغناطيسي وعامل النفاذية المغناطيسية. ميو. نعم. طبعا عامل النفاذية ميو هو نسبة شدة الحقل المغناطيسي الكلي يعني بي توتال معنى على الشاشة إلى هو يعني الحقل المغناطيسي
الكلي، إذا ميو بي توتال على بي. يتعلق عمل النفاذي المغناطيسي أستاذ بشار بعاملين، هذين العاملين، العامل الأول هو أولا مادة من حيث قابليتها للمغنطة، نعم، والعامل الثاني أستاذ مهند شدة الحقل المغناطيسي الممغنطي. إذا يتعلق بطبيعة المادة من حيث قابليتها للمغنطة وشدة الحقل المغناطيسي الأصلي الممغنطي. ليس له واحدة صحيح بشكل عام، لأنه حقل إلى حقل، تسلا إلى تسلا، وبالتالي طالبنا أكيد أخي مهند بيعرف من صف التاسع أن شدة الحقل تقاس بالتسلا، فقضايا البديهية يعني عم نحن عم ندخل لأعماق عمق الفكرة اللي موجودة بالكتاب. نعم، الأرض تسلك سلوك مغناطيس، نعم، كيف ذلك؟ طبعا المغناطيس أو الأرض تشبه مغناطيس ضخم، مستقيم ضخم منتصفه في مركز الأرض، لها أو له قطبان، قطب جنوبي يجاور الشمال الجغرافي، وقطب شمالي يجاور الجنوب الجغرافي. طبعا محورا الأرض المغناطيسي والجغرافي لا غير منطبقان، بل بينهما زاوية تقدر بحوالي 12 أو حوالي 11 درجة الشاشة. نعم، طبعا هنا نبين سبب تمثيلي أو السبب الأساسي لمغناطيسية الأرض. أستاذ مهند، سبب مغناطيسية الأرض الأساسي حركة هو الشحنات داخل سوائل جوف الأرض، نعم، تولد تيارات، طبعا هي أيونات موجبة وإلكترونات سالبة، هذه حركة الشحنات لغاية الآن هذا الكلام لغاية الآن نعم. يعني يعتقد بنسبة كبيرة نعم. أن مغناطيسية الأرض إضافة لعوامل أخرى أن بعض الفلزات موجودة تحت الأرض، تماما إضافة لعوامل أخرى، حركة هذه الشحنات تولد تيارات كهربائية، والتيارات الكهربائية هي تكافئ الحركة، تكافئ التيارات الكهربائية، وبالتالي يتولد حقل مغناطيسي له مجال. طبعا كما ذكرنا له أهم مغناطيسي، طبعا له مجال مغناطيسي حول الأرض يحمي الأرض أو يساهم في حماية الأرض، في حماية الأرض من الرياح الشمسية، الرياح الشمسية. نعم. نعم، هذا فيما يتعلق لي يعني هذا تمثيل الحقل المغناطيسي نعم. الأرضي تمثيل لمغناطيسية الأرض. أنا من وجهة نظري ننتقل إلى الحقول المغناطيسية للتيارات الكهربائية. يعني قبل أن ننتقل قبل أن ننتقل نعم. قلت أنت أن الأرض كرة الأرضية نعم. هي عبارة عن أن تشابه مغناطيس مستقيم نعم. مركزها في منتصف هذا المستقيم، هذا المغناطيس قطبها الشمالي أو القطب الشمالي المغناطيسي يجاور القطب الجنوبي الجغرافي والعكس صحيح. بالعكس صحيح. طب وهناك زاوية ميل بينهما، يمكن زاوية طبعا غير منطبقة نعم. يعني يمكن هنا أن نشير فقط لطلبتنا الأعزاء أن شعاع الحقل المغناطيسي الأرضي طلبتنا الأعزاء تحدد لنا أبرة حرة الحركة حول محور دوران أفقي صحيح. فهذه الأبرة عندما توضع في نقطة ما فإنها ستأخذ منحى هذا الشعاع، منحى شعاع الحقل المغناطيسي الأرضي، ولكن إن كان محور الدوران شاقولي طبعا هي تأخذ الأبرة ستدور في مستوى أفقي صحيح. فالأبرة عندئذ ستستقر وفق منحى المركبة الأفقية، منحى المركبة الأفقي للحقل المغناطيسي الأرضي. إذا أنتم كما تعلمون مرة معكم في الصف التاسع أنه يمكن أن نحلل القوة إلى مركبتين متعددتين، والحقل المغناطيسي الأرضي هو شعاع يحلل إلى مركبتين، مركبة على الخط أفقية ومركبة شاقولية ومركبة على الشاقول. إذا عندي البي اتش والبي في مركبتي شعاع الحقل المغناطيسي الأرضي على الأفق وعلى الشاقول، مركبة الأفقية أخي نزار بي اتش تساوي بي بكوساين آي، حيث آي هي زاوية الميل نعم. زاوية ميلان الأبرة المغناطيسية عن الأفق المار من خط الزوال المغناطيسي الأرضي نعم. وبينما المركبة الشاقولية بفي هي عبارة عن بي بساين زاوية نعم. الميل. وأيضا هناك أخي مهند زاوية الانحراف، الانحراف هي الزاوية بين مستوى الزوال المغناطيسي ومستوى الزوال الجغرافي. إذن
يعني هل حقيقة صار على ذكر زاوية الانحراف، طبعا يجب أن يميز الطالب ما بين الزاوية الانحراف التي تحدث عنها الأستاذ مهند وبين زاوية الانحراف التي تطلب أثناء حل المسائل، وهي تعبر عن ب على بأش. أكيد يعني ملاحظتك بمطرح طلبتنا الأعزاء، عندما توضع إبرة مغناطيسية في نقطة ما محور دورانها الشاقولي، فهي كما قلت ستأخذ منحى المركب الأفقي للحقل المغناطيسي الأرضي، يعني ستكون أفقية وتتجه من اليسار إلى اليمين. لكن عندما نمرر تيار كهربائي أو عندما نضع هذه الإبرة في منطقة يسودها حقل مغناطيسي، إذا أصبح لدينا حقل مغناطيسي ولدينا المركب الأفقي للحقل المغناطيسي الأرضي، بدأت تأخذ منحى الحقل المحصل طبعا. هنا الزاوية اللي تفضل بذكر الأستاذ نزار، هنا الإبرة ستكون خاضعة لأفعال مغناطيسية ناتجة عن حقلين، وبالتالي ستأخذ منحى الحقل المحصل لهذين الحقلين معا. إذن هنا انتبهوا، زاوية انحراف الإبرة المغناطيسية كما تفضلت هي مختلفة عن زاوية الانحراف اللي تفضل بذكر الأستاذ مهند. أستاذ مهند قال أن زاوية الانحراف هي زاوية كائنة بين مستويين، زوال مغناطيسي وزوال جغرافي، وانحراف الإبرة المغناطيسية اللي ذكر أستاذ نزار هي زاوية التي تنحرفها الإبرة نتيجة تراكم حقول أو أكثر من حقل خاضع على الإبرة المغناطيسية. طبعا هل من فارق ما بين مستوى الزوال الجغرافي طبعا المستوى الزوال الجغرافي هو المستوى المحدد بالنقطة المعتبرة والمستقيم الواصل بين الذي هو المغناطيس المحور الجنوب شمال الجغرافي تماما. بينما مستوى الزوال المغناطيسي النقطة المعتبرة والمستقيم الواصل بين قطبي الأرض المغناطيسيين. نعم. تماما. طيب يعني الآن صار فينا ننطلق إلى العلاقة ما بين شدة الحقل المغناطيسي يعني كيف يمكن للتيار أن يولد حقل مغناطيسي؟ طبعا كما قلت في المقدمة هذا ما أثبته أورستيد من خلال تجربته الشهيرة، وعندما وضعه هي موجودة على كل بصف التاسع طلبتنا الأعزاء، يعني نمرر التيار في سلك كهربائي وعلى موازاته تحت منه على موازاته نضع إبرة مغناطيسية، فعندما يمر التيار الكهربائي في السلك أو نغلق دائرة السلك نلاحظ أن الإبرة انحرفت. انحراف الإبرة هي تتأثر بأفعال مغناطيسية، إذن هناك حقل مغناطيسي أثر عليها، وهذا ما سنبينه في التجربة اللي معروضة على الشاشة قدامنا. تفضل أخي نزار. إذن يبين أو تبين الصورة علاقة شدة الحقل المغناطيسي بشدة التيار المار. أستاذ مهند نلاحظ أنه كلما ازداد شدة التيار ازداد شدة الحقل. كيف استدليت على ذلك أستاذ؟ من خلال النقط، عندما يرى الطالب النقط التي تشترك بها شدة التيار مع شدة الحقل المغناطيسي، يعني مررنا التيار وأخذنا قيمة الحقل وحددنا النقطة التي تربط بينهما المشتركة بينهما، كذلك بالنسبة للنقطة الثانية والثالثة والرابعة، ثم مررنا الخط الواصل بينها فنجد أنه على شكل مستقيم ويمر من المركز من ممدده يمر من المبدأ. نعم. مبدأ المعتبر مبدأ الأحداثيات. إذا بالتجربة شدة الحقل المغناطيسي المتولد عن التيار الكهربائي تتناسب، طبعا شدة الحقل المغناطيسي تتناسب طردا مع شدة التيار المار، حيث يبين نلاحظ أن العلاقة بينهما أو التناسب طردي من خلال أن معادلة المستقيم معادلة الميل أو المنحني البياني أو الخط البياني أو الشكل البياني يبين لنا أنه خط مستقيم، وبالتالي العلاقة بين المتحولات هي علاقة طردية. طبعا بالنسبة للعلاقة علاقة الميل كي تساوي بي على يعني شدة الحقل على شدة التيار. السبب أن الميل المقابل على المجاور، المقابل هو شدة الحقل المغناطيسي والمجاور هو شدة التيار. إذن ميو تساوي يعني محور الوايات على محور الإكسات، وبالتالي هو التانجان، يعني هو التانجان طبعا حيث أن قيمة الميل أستاذ مهند تتعلق بعاملين. أول عامل هو الطبيعة الهندسية تسمر شكل الدارة، يعني شكل الدارة كأنه مستقيم أو ملف دائري أو أشياء، أو موضع النقطة المعتبرة، يعني أنا كل ما كان بعد النقطة مثلا عن السلك أكبر كل ما كان شدة مختلفة. نعم. إضافة أنه بالداخل الملف
نحن عندنا عدد شدات مختلفه، لذلك نحن بندرس فقط بالنسبه لمركز الملف او بالنسبه لمركز الوشيعه. لذلك صار عندي شغلتين استاذنا بشار، اول شغله شكل الداره بشكل عام، ثاني شغله الموضع النقطه المعتبره. اذا العامل الاول هو الطبيعه الهندسيه للداره، شكل الداره والموضع ويلي هو كيفتها. والكيفتها طبعا نحن ذكر، طالما حضرتك استاذ مهند ذكرت انه شكل الداره، اذا قيمه كيفتها هي اذا كان التيار مستقيم شيء، وان كان ملف دائري شيء تختلف باختلاف الشكل، وان كانت وشيعة شيء اخر ايضا شيء جديد او مختلف. هذا هو العامل الاول. العامل الثاني استاذ مهند، عامل النفاذيه المغناطيسي اللي هو قيمه ثابته باي علاقه رياضيه تجريبيه، وهي كيف وهي ميو زيرو يساوي 4 بي ضرب 10 او ناقص 7 9 متر امبير ناقص 1. طبعا وكثيرا ما يذكر بسماحيه الخلاء، كان يدعى بنفوذيه الخلاء او سماحيه الخلاء، قيمته 4 بي ب 10 اس ناقص 7 9 متر امبير ناقص 1. طبعا بالتعويض في عباره يعني كي هي عباره عن كي فتحه بميو، نعم بميو صفر، نعم بميو زيرو، وبالتالي اصبحت العلاقه البي تساوي 4 بي 10 اس ناقص 7 كيف فتحة نعم بي اي نعم. وكيف فتحة استاذ مهند عندما يكون تيار مستقيم تكون 1 على 2 على 2 بي بي دي، اذا نعم. تصبح ب 2 طبعا بالتعويض سنصل نعم. الى 2 ضرب 10 اس ناقص 7 باي على دي، باي على دي. وان كانت ملف هي ان على 2 ار 2 بي ضرب 10 ناقص 7 ان اي على ار، وان كانت وشيعه ان على ال ان على ال، فبتبقى 4 بي ب 10 اس ناقص 7 ان اي على ال، ال حيث ال هنا هي طول الوشيعه. نعم هذا ما يتعلق بشدات الحقول. يعني انا كطالب طلب الي تحديد عناصر شعاع الحقل المغناطيسي المتولد عن سلك مستقيم في نقطه تبعد عن محور السلك ولتكن مسافه دي، كيف نحدد اخي مهند؟ الحامل نعم. هو العمود على المستوى المحدد بالسلك والنقطة المعتبرة، لأن السلك يعتبر مستقيم والنقطة تساوي المستوى، هو عمود على المستوى المحدد بالسلك والنقطة المعتبرة. الجهة تفضل نعم. الجهة بجهة إبهام يد يمنى، نضع الساعد يوازي السلك، يدخل التيار من الساعد ويخرج من أطراف الأصابع، ونوجه باطن الكف نحو النقطة المعتبرة. نعم الشدة كما أسفنا البي يساوي 4 بي ضرب 10 أو ناقص 7 كي فتحة بآي، وكي فتحة هي 1 على 2 بي دي، لذلك بالتعويض تصبح لدينا بي يساوي 2 ضرب 10 أو ناقص 7 آي على دي. طب أخي نزار، هذا ما يخص تحديد عناصر الحقل المغناطيسي المتولد عن تيار مستقيم طويل. الآن لو انتقلنا عن على ملف دائري. نعم بالنسبة للملف الدائري أيضا الحامل عمودي على مستوى الملف، الناظم على مستوى الملف أو محور نعم. الملف نعم. أو والمارم المركزي وليكن نعم. طبعا نحن جميع المستقيمات المتوازية لا فرق أكيد. بالنسبة للجهة نضع اليد اليمنى فوق الملف بحيث موازية له نعم، بحيث يدخل التيار طبعا باطن الكف نحو مركز ملف، التيار يدخل من الساعد ويخرج من أطراف الأصابع فيشير الإبهام إلى جهة الحقل المغناطيسي. إذا هناك احتمالان لجهة الحقل المغناطيسي استاذ مهند، اما نحو اليسار او نحو اليمين تمام. بالنسبة لملف طبعا تمام. كما في الشكل الملف والوشيعة تحددان بنفس الطريقة صحيح. على كل نعم. بالنسبة للشدة تساوي ايضا 4 بي ب 10 اس ناقص 7 كي فتحة بي اي، كي فتحة هنا هي ان على 2 ار بالتعويض، اذا بي تساوي 2 بي ب 10 اس ناقص 7 ان بي اي على ار، حيث أن R هو عبارة عن نصف قطر الملف الوسطي نعم. لماذا نقول الوسطي؟ لأنه قد يكون هناك اختلاف ما بين نصف القطر نعم. الطبقة الأولى والطبقة X نعم. لذلك نقول نصف قطر القطر الوسطي. هذا فيما يتعلق بالملف الدائري، وأظن الآلية نفسها يعني على كل اللي نحيط بها. يعني أخي مهند، كيف تصبح تلك العلاقة أو تلك العناصر من أجل الوشيعة؟ بالنسبة للوشيعة الحامل هو محور الوشيعة نعم. الجهة بجهة إبهام يد يمنى تعامد الأصابع، نضعها فوق الوشيعة بحيث توازي إحدى حلقاتها نعم. والشدة بي يساوي 4 بي ضرب 10 أو ناقص 7
كي فتحة بآي، ولكن كي فتحة اللي هي نفسها رمز الكتاب إن واحد أستاذ ما تدخل في المعنى أبداً، هي عدد اللفات بالنسبة للطول في واحد طول في واحد الطول. لذلك بتصير عندي البي يساوي 4 بي ضرب 10 أو ناقص 7 إن على إل بآي أو إن آي على إل، بس إنه إن على إل هي مقدار ثابت عند تقسيم الطول. يعني هي طبعا هنا يختلف، يعني هنا الان على ال مقدار ثابت صحيح، ولكن اذا قسمنا بالنسبه عدد اللفات نعم بالطول نعم عند تقسيم عدد اللفات في واحد الطول هذا مقدار ثابت صحيح، ولكن انتبهوا طلبتنا الاعزاء هنا كمين، عندما نغير من شده التيار بتغيير التوتر او بثبات التوتر او الى ما هنالك، يعني هناك قضايا يجب الانتباه لها. سنتطرق في اختر الاجابه تماما كما سيمر معنا في اختر الاجابه، يعني احد الاسئله يحتمل اجابات بحسب صيغه السؤال، وهذا ما اشار اليه الزميلين العزيزين. نعم اخي نزار، الان تعرفنا الى عناصر الحقول المغناطيسيه المدروسه في كتابنا، وهي التيار مستقيم طويل وملف دائري وملف حلزوني او وشيع. بشكل عام هناك ما يسمى بشعاع السطح، التدفق المغناطيسي، ما المقصود بذلك؟ نعم، قبل أن نتعرف على شعاع السطح أستاذ بشار، لابد من التنويه على أن الملفات والوشائع عندما يمر فيها تيار تكافئ مغانط، حيث يطلق اسم الوجه الشمالي على الوجه التي تكون جهة التيار فيه بعكس جهة دوران عقارب الساعة كما هو موضح على الشاشة بالرسم. نعم أو بالرسم، والوجه الجنوبي على الوجه الذي تكون جهة التيار فيه بجهة دوران عقارب الساعة. طبعا شعاع السطح أستاذ بشار هو شعاع مرتبط خطيا بشعاع الناظم. نعم، وكما نعلم أن الناظم يحدد بجهة إبهام يد يمنى تلتف بقية أصابعها بجهة التيار، وهو دوما أستاذ مهند يتجه من القطب الجنوبي إلى القطب الشمالي. إذن هو يخرج من الوجه الشمالي، الشمالي. وشعاع السطح هو شعاع مرتبط خطيا، فيعرف بالعلاقة S تساوي S بشعاع الناظم، عناصره الحامل هو الحامل الناظم الجهة بجهة الناظم، الشدة هي مساحة سطح الدارة S، وكما نعم وكما ذكرنا العبارة الشعاعية هي S شعاع يساوي S بشعاع الناظم. نعم، وهو يحدد تماما كما يحدد الناظم بجهة إبهام يد يمنى تلتف بقية أصابعها بجهة التيار. تفضل أخي أستاذ بشار، بس هون بس ملاحظتين مشان أعزائنا الطلاب. وقت بيكون عندي التيار بعكس جهة دوران عقارب الساعة بيكون الوجه اللي عم بنظر له هو الوجه الشمالي. نعم، وبيكون امام المستوى، هذول مرتبطين مع بعض. نعم، اذا كان جهه التيار بجهه دوران عقارب الساعه بيكون الوجه اللي عم بنظره الوجه الجنوبي بيكون خلف المستوى. اول شغله، ثاني شغله بالنسبه لعدد اللفات، انه انا في عندي ملاحظتين هامات بالنسبه لعدد اللفات. نعم، نعم، نعم. اول وحده انه طول السلك، طول سلك الوشيع يساوي عدد اللفات ضرب محيط اللفه، يعني السلك يساوي ان ضرب 2 بي ار. نعم، وعندي طول الوشيعة وليس طول سلك الوشيعة، لأنه الوشيعة وقت بفرد بفردها بصير طول سلك تبعها. طول الوشيعة يساوي إن فتحة باثنين آر فتحة اللي هي قطر السلك. نعم، وإن تساوي إن فتحة ضرب عدد الطبقات، هذول بس مشان إنه ممكن يكونوا موجودين بدون تطبيق على المسائل. المسائل نعم. أول شيء عندي بس إنه يحط باله. نعم، إنه كيف بدي أحسبهم. أخي نزار، كنا نتكلم عن التدفق. نعم، التدفق طبعا هو عبارة عن عدد خطوط الحقل التي تجتاز سطح دارة كهربائية مغلقة. نعم، ويعرف التدفق المغناطيسي بأنه الجداء السلمي لشعاع الحقل المغناطيسي بشعاع السطح. وطالما الرياضيات نعم. نعم، وطالما أنه جداء سلمي إذن هو مقدار جبري. نعم، مقدار جبري أي قد يكون سالب وقد يكون موجب وأيضا قد يكون معدوم. وقيمة طبعا ومن يحدد ذلك هي الزاوية ما بين شعاع الحقل المغناطيسي والناظم أو شعاع السطح. نعم، فعندما طبعا ناظم بشكل أساسي، ف
فعبارة ب ب تساوي ب ب اس ب كوساين الفا، حيث الزاوية الفا هي الزاوية الكائن بين شعاع الحقل المغناطيسي والناظم. فأستاذ مهند، يكون التدفق أعظمية، يكون التدفق أعظم إذا كان شعاع الحقل المغناطيسي يعامد منطبق يعامد السطح، أي ينطبق على الناظم. إذن نعم يعني أخذها بالمفهوم الثاني يعامد. وهون هون في ملاحظة يعني يجب أن نشير لها بدقة لطلبتنا الأعزاء، يعني خطوط الحقل تعامد سطح الدارة كما تفضل أخي مهند، وأنا والأستاذ نزار كنا بنطلع ضده يعني الموضوع. لا، هو كان عم بيحكي صح طبعا، عم بيحكي صح من حيث أن خطوط الحقل عندما تعامد سطح الدارة أي أنها توازي الناظم، لأن الناظم هو بالأصل عمود على سطح الدارة، وبالتالي أصبحت خطوط الحقل عمودية والناظم هو بالأصل عمودي، إذن متوازيان، وبالتالي الزاوية بينهما صفر. عندما تكون الزاوية صفر فالكوساين تبع بيكون واحد بأكبر قيمة له، وبتكون الفاي في أكبر قيمة له تسمى ولو أنه أنا أفضل خالفه، يعني لأنه ممكن أنا يكون أصغري بتعامده. رح نجي لإلى على كل يعني يجب أن ننتبه طلبتنا الأعزاء، عندما يقال أن خطوط الحقل تعامد سطح الدارة ويقال أن توازي سطح الدارة، فهنا يجب الانتباه، يجب أن نميز بدقة بين يعني قيم الزاوية. الخطوط تعامد إذا نحن نتكلم عن زاوية صفر، والخطوط توازي فنحن نتكلم عن زاوية بي 2، يعني سطح الإطار والناظم عليه. عندما تكون خطوط الحقل ناظمي عمود توازي سطح الإطار، إذا أصبحت هي تعامد الناظم وأصبحت الزاوية تساوي 90 درجة أو بي على 2، ونحن نكون هنا أمام يعني أي خطأ أو أي التباس في تحديد الزاوية ستؤدي إلى تعويض غلط. إذن خلاصة، التدفق أعظمي عندما تكون ألفا تساوي الصفر، أي بي منطبق على الناظم وبجهته. نعم. التدفق معدوم عندما تكون ألفا تساوي بي على 2، لأن الكوساين صفر. نعم. هي علاقة رياضية. أصغري، نعم. أصغري يعني عندما تكون ألفا نعم. تساوي بي منطبق ولكن نعم. بجهتان متعاكستان. هذا نعم. فيما طبعا عندما تكون الدارة مؤلفة من إن لفة تصبح عبارة تدفق إن في بي بي إس بي كوساين ألفا. نعم. طب بهالشكل هذا يعني نحن قد أحطنا بمفاهيم الدرس. نعم. لكن يتبقى التطبيقات. لو نبدا ب تفضلت اخي نزار وحكيت انه بدك تبلش ب اختر الاجابه. نعم. اختر الاجابه كونه فيها مداليل، يعني فيها مدلولات مهمه. صحيح. يجب الطالب يجب ان ينتبه اليها الطالب. تفضل. طبعا اختر الاجابه الاول استاذ مهند. نمرر تيارا كهربائيا متواصلا في ملف دائري، فيتولد عند مركزه حقل مغناطيسي شدته ب، نضاعف عدد لفاته ونجعل نصف قطر الملف الوسطي نصف ما كان عليه، فتصبح شدة الحقل المغناطيسي عند مركزه. طبعا فقط لنلفت نظر للطالب كيف عليه أن يقرأ هنا، عليه أن لا يجاوب بشكل شفهي. نعم. يجب أن يمسك القلم ويعوض بشكل صحيح، يعوض عن N فتحة باثنين N وعن R فتحة بR على اثنين، فيستنتج أن الحقل يتضاعف أربع مرات. أما من خلال هو من الأسئلة التي تخضع البصر تمام. بحيث ممكن أن يقول أنه ما بيغير ما دام هون ضاعفته هون وخفض للنصف. لا، أنا يجب أن أعوض بالقلم. بالنسبة للطلاب يعني هو قد يكون بيحب الحساب الذهني ببساطة، بينتبه لأنه المقام صار نصف. صحيح. فاثنين بدها تطلع لفوق واثنين فوق بصير أربعة، إذا سيتضاعف الحقل أربعة. هنا التعويض ب فتحة 2 بي ب 10 أس ناقص 7 2 إن بالمقام على R على 2 بي آي، إذن النتيجة 4 من الحقل الأول. نعم. إذن الخيار 4 بي. الخيار الثاني. الخيار الثاني أستاذ مهند، إن التدفق المغناطيسي الذي يجتاز دارة مستوي في الخلاء يكون مساويا نصف قيمته العظمى عندما الخيارات المعطية معنا الفا تساوي بي على 2. ما رأيك الخيار الفا بي على 2؟ هو لا طبعا لا. ليش لا؟ لانه بيكون الالفا بي 2 كوساين بي 2 صفر، بيكون اذا التدفق معدوم بي. طيب كمان بيكون ناقص واحد بي على 6 بيكون صح بي على 6. لا، بي على 6 بيكون جزء 3 على 2، بي على 3 بيكون نص.
إذا الخيار بإمكان يحل حل عادي، نعم. يعني إنه فاي ماكس على 2 يساوي فاي ماكس كوساين ألفا، ويختصر الفاي ماكس مع الفاي ماكس، كوساين الألفا يساوي نص، معناته الألفا يساوي معنى الزاوية لكوساين نص يعني يحل حل هيك، المفروض يحل أحلى يعني ما بعرف يعني. يعني كما تفضل أخ نزار، طلبتنا الأعزاء يعني في أسئلة الخيار متعدد. أنا أعود وأقول لكم أنا أسئلة السهل الممتنع حقيقة هي بسيطة، ولكن يجب أن ننتبه إلى الصياغة، دراستها، لقراءة السؤال أكثر من مرة بتأني وبتسجيل المعطيات، تعاملوا معه على أنه مسألة حسابية أو تطبيق عددي، ومن خلال ذلك تصلون إلى نتائج صحيحة. الجواب اللي بيطلع معي شوف وين هو موجود بأي خيار، شو رقم الخيار، وسجل مباشرة كما تفضل أخي نزار بحل الخيار رقم واحد. على هذا الأساس يعني كتلة العلامة كلية بتكون بالسؤال بالإجابة، أنا بدي منك جواب صحيح. فأي خطأ تحويل، قد يكون خطأ بالتحويل، قد يكون خطأ بالعلاقة، قد يكون تعويض خاطئ، قد كل الاحتمالات ستؤدي إلى خسارة العلامة كاملة. يعني ليست مثل المسائل، صحيح. المسألة تخطئ بخطوة بتخسر علامتها وبتخسر علامة التعويض أو علامة الجواب، لكن هنا العلامة كاملة، كتلة العلامة إما بتاخذها كلها أو بتضيع كلها. خيار السؤال الثالث أستاذ بشار، نعم. إن شدة شعاع الحقل المغناطيسي في مركز وشيعة يتناسب طردا مع، أولا مقاومة سلك الوشيعة، طبعا مقاومة السلك كلما زادت مقاومة سلك الوشيعة أستاذ بشار تنقص شدة التيار، وبالتالي هو جواب خاطئ. التناسب هنا عكسي، طول الوشيعة أيضا هي بالمقام عكسا، نعم عكسا، نعم. الخيار دي مساحة سطح مقطع الوشيعة أكيد لا علاقة له. التوتر الكهربائي المطبق بين طرفي الوشيعة، بالطبع كلما زادت قيمة التوتر تزداد شدة التيار كون المقاومة ثابتة. I U على R بتزيد U بتزيد I، إذن هيك التفكير. إذن هو تماماً الخيار الصحيح. نعم. السؤال الرابع أستاذ مهند، نمرر تيارا كهربائيا متواصلا، نعم، في سلك مستقيم، فيتولد حقل مغناطيسي ب في نقطة تبعد عنه، لو ناخذ الشاشة زملائنا، تبعد دي عن محور السلك، وفي نقطة ثانية تبعد 2 دي عن محور السلك، وبعد أن نجعل شدة التيار ربع ما كانت عليه تصبح شدة الحقل المغناطيسي كمان 2 بي ولا 4 بي مثل ما تفضلت أستاذ، نعم. نزار، هون بتنحل حل عادي، وبإمكانه الطالب مثل ما قال الأستاذ بشار أنه مثل شدة الحقل بتتناسب طردا مع الآي وبتتناسب عكسا مع البعد، نقص التيار 4 مرات ونقص البعد مرتين، لذلك بتنقص شدة الحقل 8 مرات. 8 مرات، تمام. طبعا هنا كنا نتحدث، نعم. نمرر تيار كهربائي متواصل في وشيعة عدد طبقاتها طبقة واحدة، فيتولد في مركزها حقل مغناطيسي شدته ب، نقسم الوشيعة إلى قسمين متساويين فتصبح شدة الحقل المغناطيسي عند مركز الملف. طبعا هنا لم يذكر نص، طبعا في النسخة الأخيرة للكتاب ذكر مع بقاء التوتر نفسه، نعم. فهنا الجواب أصبح يعني نحن سنجيب وفق هذا الشكل أولا، نعم. ثم نعرض الاحتمالات الأخرى، نعم. طبعا بما أن N على I هي نسبة ثابتة بتقسيم الوشيعة ينقص طول سلكها إلى النصف، نعم. فتنقص مقاومتها الأمي إلى النصف، تزداد شدة التيار مرتين مما يزيد شدة الحقل المغناطيسي مرتين. طبعا هنا لو ذكرنا مع بقاء التوتر نفسه. يعني أنت يعني هنا يجب أن نضيف الحالة الثانية، نعم. فورا، نعم. نحن، نعم. وضع أما في هذه في هذه الحالة السؤال لم يقل أن التوتر تغير ولم يقل أن التيار تغير، فالسؤال منقوص. إذن أكيد يعني يجب أن يضاف. طبعا نحن عندما يوضع، نعم. لابد من تحديد فيما إذا كانت التيار ثابت على هذا إلا لو كانت مع ثبات شدة التيار الجواب ب لا تتغير، تمام. أما مع بقاء التوتر نفسه المقاومة ستنخفض إلى النص، شدة التيار ستتضاعف، شدة الحقل سيتضاعف، تمام. فإذا بالنسبة للسؤال كان يفترض من وضع النص كان علي أن أضيف مع ثبات التوتر يعني أو مع ثبات شدة التيار. الأخطاء المطبعية التي وردت تم تصويبها على كلين. إذن معنى الكلام طلبتنا الأعزاء يعني يجب أن نفكر في السؤال، في نص السؤال، في معطيات السؤال، علينا أن نتعمق التفكير فيه.
لأن كما قلت في الخيار متعدد يعني إشكالية، إما أن أكسب العلامة كاملة أو أخسر العلامة كاملة، لا يوجد حل وسط. وبالتالي أنا مضطر مع أسئلة الخيار متعدد أن أكون دقيق جدا، وهو مفروض يعني هذا الشيء على كل الأسئلة، لكن في هذا النوع من الأسئلة بالتحديد يجب أنه نفكر مليا وأن نأخذ وقتنا بالتفكير وبالإجابة على السؤال من خلال دراسته بشكل واضح، تسجيل معطيات، التعامل معه لكأنه مسألة تطبيق مباشر، وبالتالي نحصل على الإجابة الصحيحة. طبعا ننتقل إلى الشق الثاني من تطبيقات البحث، وهي حل المسائل وآلية التعاطي معها. طبعا هنا نؤكد على ضرورة أن يتعامل الطالب مع قاعدة اليد اليمنى بشكل سليم، لأن عملية أو التعود على هذه الآلية أو على هذه الطريقة هي تصاعدية، يعني ما هو مطلوب منه في بحث المغناطيسي أسهل بكثير مما سيطلب منه في فعل الحقل المغناطيسي، وأسهل. يعني هيك عم تخوف طلاب؟ لا أبداً، هي أبداً. ليست بالصعوبة، لا أبداً، لكن تختلف آلية التطبيق الآلي، وبالتالي يجب أن أتقن وأتأكد من أن من صوابية تفكيري بتطبيق هذه الطريقة. أخي مهند، أنت في الصف، ما هي الأفكار التي تخطر على بال الطلاب ولم نتطرق إليها في الندوة؟ هل من أفكار لدى الطلاب؟ ممكن بالتدفق بالشيء اللي حكيناه، أنه يوازي المستوى، يعامل المستوى، تختلف عن يوازي المحور عن يعامل المحور. يعني في أنه وقت بيكون بيوازي المستوى بيكون الألفة بيع اثنين، بس ينتبه عليها بشكل كثير دقيق. يعامل المستوى بتكون الزاوية صفر. وحقيقة يعني إحنا بالمغناطيسي نحن أمام نتعامل مع يعني ثلاث زوايا مختلفة، كل منها هي زاوية بين يعني الألفة بين الشعاع الناظم وشعاع الحقل المغناطيسي، وسنتعرف في الدروس يعني الان بالنسبة للسطح أو المستوى تعامله، بالنسبة للمحور بتنطبق عليه. بس هي الفكرة. لذلك إذا نحن كان شعاع الحقل يوازي محور الوشيعة بتكون ألفة صفر بس، أو محور الملف أو الكل يعني كلمة محور بتخلي إنه يوازي نفسه صفر. يعامد بيعتني يعني هو بالنسبة بس هي الفكرة، هي الفكرة بالحل المسائل. عم حاول ملاحظ إنه في أثرت مشكلة فيها. شو اخترتوا لنا مسائل أخي؟ المسألة الأولى عملية، المسألة الأولى تمص المسألة، نضع في مستوى الزوال المغناطيسي الأرضي سلكين طويلين متوازيين بحيث يبعد منتصفهما C1 C2 عن بعضهما البعض مسافة قدرها 40 سم. نضع أبرة بوصلة صغيرة في C منتصف C1 C2 ونمرر في السلك الأول تيارا كهربائيا شدته 3 أمبير، وفي السلك الثاني تيارا كهربائيا شدته 1 أمبير، ولهما الجهة ذاتها. هل تؤثر الجهة على قيمة طبعاً أستاذ؟ طبعاً أستاذنا نزار، هون أنا كطالب لازم انتبه لشغلتين بشكل كتير كبير. أول شغلة إنه البعد بين السلكين هو 40 سنتيمتر، بدي أحول للمتر طبعاً أمر مفروغ منه، بضرب 10 ناقص 2. بس هون بدي أطلع شدة الحقل إنه بالمنتصف المسافة أستاذ نزار، إنه بده يكون دي واحد يساوي دي اثنين يساوي نص دي اللي عندي إياه. لذلك أول فكرة إنه دي واحد هي 0.2 متر. مبدئيا أنا للحل أكتب عبارة دي، أحسب بي واحد، أحسب بي اثنين. طبعا لحساب بي واحد، بي واحد هي 2 × 10^7 أي واحد على دي واحد، على دي واحد. طبعا هنا طالما أن النقطة سي هي منتصف سي واحد سي اثنين، إذا دي واحد تساوي دي اثنين تساوي 2 × 10^1 تساوي دي على 2، يعني أو على 2 أو 2 × 10^1. نعم. إذا كما هو واضح، وكمان بس أستاذ نزار أنه هون بجهة واحدة هي أمر كثير خطير داخل السلكين، أنه شدة الحقل بتكون طرحون، طرح الكبير من الصغير. يعني هنا أنا ما ذكرته أستاذ مهند، يجب أن أطبق أو أن أتمكن من تطبيق قاعدة اليد اليمنى بشكل صحيح. بالنسبة للتيار الأول لنفرض أن جهة التيارين نحو الأعلى، إذن بي واحد عكس بي اثنين، بي واحد أمام مستوى بي اثنين خلف المستوى، خلف المستوى. إذن الحقل المحصل هو حاصل طرح شدة الحقل الأصغر من الحقل الأكبر. بما أن شدة التيار
بالسلك الأول هي الأكبر، إذا ب محصل أو ب توتال سيكون ب واحد ناقص ب اثنين، إذا ب واحد تساوي كونهما على حامل واحد والجهتين مختلفتين بالحساب ب واحد 3 بعشرة أس ناقص 6 تسلا ب اثنين بالتعويض 1 بعشرة أس ناقص 6. إذا بتطبيق قاعدة اليد اليمنى أجد أن ب واحد وب اثنين على حامل واحد وبجهتين متعاكستين، إذا ب هي حاصل طرح ب اثنين من ب واحد بالتعويض والحساب 2 بعشرة أس ناقص 6. الطلب الثاني أستاذ مهند حساب الزاوية التي تنحرف فيها إبرة البوصلة عن منحاها الأصلي بفرض أن قيمة المركب الأفقية للحقل المغناطيسي الأرضي كانت أو هي 2 بعشرة أس ناقص 5. هنا أستاذ مهند طبعا معظم الزملاء يقع في إشكال في الإجابة على هذا السؤال، يجب أن أوضح كيف كانت الإبرة قبل وكيف أصبحت بعد مرور التيار. نعم. إذن قبل أمرار التيارين تكون وفق منح المركب الأفقية شعر الحقل المغناطيسي الأرضي البي آش، بعد أمرار التيارين تخضع الحقل المغناطيسي يعامل البي آش. نعم. فتدور بزاوية تتا تان تتا يساوي بي على بي آش. يعني أنا أستطيع أن أقول أن الإبرة المغناطيسية سوف تستقر وفق الحقل المنحى الحقل المحصل ل ب1 وب2. نعم ب1 عفوا ب توتال وب اتش وب اتش. نعم نعم طبعا. وبالتالي تانجنت تيتا استاذ يساوي ب على ب اتش. نعم ويساوي 2 ضرب 10 ناقص 6 على 10 ناقص 2 ضرب 10 ناقص 5 بيساوي 0.1. هنا الزاوية أصغر من 0.24 لذلك هي زاوية صغيرة. نعم. وفي حالة الزوايا الصغيرة يكون تان تيتا يساوي تقريبا تيتا، هذا إذا تيتا يساوي 0.1 راديان. إذا نعم. للتنويه عندما تكون الزاوية صغيرة ومقدرة بالراديان. نعم. لذلك يعني أنا عندما تكون قيمة الزاوية 7 درجة هل أستطيع أن أقول لا بدي أحولها بالراديان. نعم. وبعدين نعم. بدي نعم. طبعا 0.24 راديان تقابل بالدرجات لغاية 14. فالزوايا من الصفر إلى 14 هي زوايا صغيرة، لكن استبهوا طلبتنا عن ذلك ساين الزاوية وتانجن هذه الزاوية هو الزاوية نفسها على أن تكون مقدرة بالراديان راديان. تماما. كمان هو بس من شان التنويه من شان الطلاب أنه بما أنه الحقل تيارين بجهة واحدة فرضا للأعلى أو للأسفل بيكون الحقلين جهتين متعاكستين بعد تطبيق قاعدة اليد اليمنى. يعني أنا لا أحبذ أخي مهند لا أحبذ أن 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 طالب أن يحفظ تلقائيا أو خلاص تيارين بجهة واحدة فالحقلين متعاكسين تيارين مختلفين فالحقلين مجموع يعني لنضع الطالب هو اللي يختار هو اللي بيكتشف هالحقيقة هيدي أو هالفكرة هاي هو اللي بعد الممارسة عشان يظل بذهنه أشياء يعني هو يعني أنا أتمنى من طلبتني أن يضع كل طالب مخططه وفق ما يناسبه هو. على كل الحال نحن علينا أن نوضح أن لهذا التيار في هذا السلك حقل تحدد جهته وفق قاعدة اليد اليمنى والتيار في السلك الثاني تحدد قاعدته بجد هو الطالب تلقائيا سيكتشف هل الحقلين بجهة واحدة تلقائيا سيجمع كانوا متعاكسين سيطرح وبالتالي هذه القاعدة هو من يقوم بصياغتها لنفسه يعني بثبتها بذهنيته وفق الشكل اللي بيرتاحه. الطلب اللي بعده الطلب الثالث حدد النقطة الواقعة بين السلكين التي تنعدم فيها شدة محصلة الحقلين. هنا أولا حدد النص السؤال أن النقطة تقع بين السلكين وأكيد بين السلكين بي واحد وبي اثنين لهما الحامل نفسه وبجهتان متعاكستين وبالتالي في النقطة التي تنعدم فيها شدة الحقل بي واحد ناقص بي اثنين يجب أن تساوي الصفر. إذن بي واحد تساوي بي اثنين بالتعويض أتوصل إلى أن اي واحد على دي واحد يساوي اي اثنين على دي اثنين من جهة أخرى دي واحد زائد دي اثنين تساوي دي إذن دي اثنين تساوي دي ناقص دي واحد بالتعويض دي واحد على اي واحد على دي واحد يساوي اي اثنين على دي ناقص دي واحد بالتعويض نجد أن 4 دي تساوي إلى 1.2 أو 120 سنت وبالتالي دي واحد تساوي 0.3 متر أو 30
سنتيمتر. يعني تبعد عن السلك الأول 30 سنتيمتر. نعم. وعن السلك الثاني 10 سنتيمتر. طلبتنا أجزاء. إذن هي أقرب إلى السلك ذو شدة التيار الأظهر. يعني نعم. نص السؤال طلب في أول طلب أن تحسب شدة الحقل المغناطيسي المحصل في منتصف المسافة بين السلكين. يعني كانت دي تبعد عن السلك الأول أو النقطة تبعد عن السلك الأول بمقدار دي 1 يساوي 20 سنتيمتر وعن السلك الثاني بمقدار دي 2 يساوي 20 سنتيمتر. الآن في الطلب هذا يقول حدد النقطة التي تقع أين تقع بين السلكين. هي بين السلكين. حدد موقع هذه النقطة بالنسبة إلى كل من السلكين. فبالتالي إذن أنا من خلال معرفتي للطلب الأول أتأكد أنها أن نقطة المنتصف المسافة بينهما هي ليست النقطة التي ينعدم بها الحقل لأن المحصلة كانت 2 بعشرة ناقص 6. طيب وين بدأت نعدم؟ أكيد بدأت نعدم عندما يقل الحقل الأول ويزداد الحقل الثاني وذلك بزيادة مسافة دي واحد وانقاص مسافة دي. نعم. بالمحاكمة علي أنا أعلم. نعم. في يوجد طلب رابع أخي. نعم. مهند في المسألة. هل يمكن أن تنعدم شدة محصلة الحقلين في نقطة واقعة خارج السلكين؟ طبعا لا يمكن لأن الحقلين الأول والثاني بجهة واحدة. ومن شروط الانعدام أن يكون جهة الشعاع الأول بعكس جهة الشعاع الثاني ومتساويين بالشدة. أما وقت بيكون شعاعين بجهة واحدة معناته جمعهم بده يكون إجباري موجب يعني موجب لا يمكن موجب. أن تنعدم لا يمكن أنهم فوق جهة طبعا واحدة ضمن المنطقة الخاضعة لتأثير الحقل بين السلكين لا خارج السلكين. يعني نحن نتحدث طبعا الكثير من التساؤلات وردت من الميدان يا أخي في نقطة بعيدة جدا عن السلكين. نحن السؤال المقصود به المنطقة التي يوجد فيها حقل يعني أنا خارج السلكين والتي تتأثر بالحقل أين. نعم. من كانت النقطة أخي نزار في أي موضع كانت بعيدة قريبة أيا كانت ستكون جهة الحقلين المتولدين طبعاً. عن السلكين هي ذاتها. نعم. وبالتالي الحقل المحصل هو مجموعة إذن لا يمكن قطعا لا يمكن أن تنعدم. أستاذ بشار أنا عندما يمر تيار في سلك هنا. نعم. أكيد لن يكون لهذا التيار حقل مغناطيسي في منطقة بعيدة آلاف الكيلومترات. لا يكون له حقل ولكن يعني يتلاشى تأثيره يعني معدوم يعني حقل موجود يتناسب عكسا. نعم. مع البعد مهما كانت قيمة هذا البعد فسيكون هناك قيمة لهذا الحقل صغيرة أم كبيرة لا تعنينا يعنينا أنه. نعم. يوجد حقل لكن فكرة الطلب هذا أن السلكين سيتولد عن كل منهما حقل مغناطيسي له الجهة ذاتها يعني جهة الحقلين هي ذاتها وبالتالي مهما كانت قيمة الحقلين ستكون المحصلة مجموعة هذين لأنهما بالحامل نفسه والجهة طبعا نفسه. مهما كانت صغيرة إذن أنا. نعم. أمام حقل محصل هو مجموع حقلين لا يمكن للمجموع أن ينعدم وكل منهما له قيمة بالتالي لا يمكن أن ينعدم كانت نقطة بعيدة قريبة هذا لا يعنينا يبقى لها قيمة ما يعنينا هل يوجد نقطة خارج مستوى السلكين خارج السلكين تنعدم بها الحقل المحصل أكيد قطعا لا بالنسبة لهذين التيارين قطعا لا لن يكون هناك نقطة ينعدم فيها لأن كما قلنا للسلكين للحقلين الجهة نفسها ولكن بين السلكين هناك انعدام هنا عطفا على الملاحظة اللي حكاها الأخ مهند لو كان التيارين متعاكسين كان العكس كان يكون بين السلكين مستحيل بين واحد وبين اثنين لهم نفس الجهة خارج السلكين تماما جهتان مختلفتان إذن التفكير يعني في نص السؤال الأول طلباتنا الأعزاء يقودك إلى استنتاجات أنت لحالك تكتشفها يعني لو نأخذ مثال تاني أخي نزار عن ملف دائري أو شيعة نعم ملف دائري في مكبر صوت عدد لفاته 400 لفة نصف قطره 2 سم نطبق بين طرفيه فرق في الكمون قيمته 10 فولت باعتبار أن مقاومة الملف أو سلك الملف 20 أوم احسب شدة الحقل المغناطيسي المتولد عند مركز الملف بالنسبة لهذا الطلب أستاذ بشار وتطبيق مباشر يعني بعد حساب طبعا بعد حساب شدة التيار ب 2 بعشرة أس ناقص 7 إن بي آر على آي طبعا آي غير معلومة نحسب آي من قانون يو تساوي أعطيني التوتر آي. مطبق أعطيني المقاومة فبطالع منها من خلال قانون أوم يو بالتعويض. آر بي آي بطالع آي ومنعوض بالتعويض بي تساوي 2 بي بعشرة أس ناقص 3 تسلا الطلب نعم
الطلب نقطع التيار السابق عن الملف، احسب التغير الحاصل في قيمة التدفق المغناطيسي الذي يستاجر الملف. استاذ، وقت عم نقطع التيار عم يتناقص الحقل بحيث انه بينعدم تماما، لذلك انا كان بس هون تغير التدفق اللي هو ان بي اس كوس الفا، كان عندي بصير تغير بالحقل بحد ذاته، يعني ان بي 2 اس كوس الفا ناقص 2 بي 1 اس كوس الفا، والبي 2 صفر انعدم شد التيار يقابله حقل مغناطيسي معدوم، وبالتالي دلتا فاي بسيطه كثير كثير. وها لاحظوا الجواب بيطلع اشاره سالب، طلبتنا الاعزاء يعني هذا ايضاح لما تفضل به الاستاذ نزار عندما قال ان الحقل او ان التدفق المغناطيسي مقدار جبري قد يكون موجب وقد يكون سالب، فالجواب سالب اي ان خطوط الحقل تخرج من الوجه الجنوبي للدارة وليست من الوجه الشمالي. يجب ان ننتبه الى هذه القضية، عندما تكون خطوط الحقل من الجنوب الى الشمال بالتالي هنا التدفق موجب، من الشمال الى الجنوب التدفق سالب. طبعا سنتطرق على هذه الحالة اثناء دراسة التحريض في بحث أكيد التحريض. وبالتالي انا يعني لم ادخل معكم في حقيقة في تغير التدفق، لأن تغير التدفق سيكون هو محور الدرس الثالث اللي هو التحريض الكهرطيسي بكامل. يعني طلبتنا الأعزاء هذا كل ما أتيح لنا من وقت. قبل أن أودعكم اسمحوا لي أن أشكر زميلي نزار شاش المجدي اختصاصي في تربية طرطوس، مهند مهنا المدرس في تربية حمص. أيضا أتوجه بالشكر للزملاء العاملين في القناة التربوية لما يقدمونه من جهد، وحقيقة هو جهد كبير جدا. الشكر الأكبر لكم أنتم على حسن استماعكم، على أمل لقاء بكم في ندوة لاحقة إن شاء الله.